تأخير الأشياء بعد الساعة الثانية عشرة ليلا يكره ذلك، وإن كان وقتها يمتد إلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما الكراهة لبعد منتصف الليل فلحديث عبد الله بن عمرو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل.